بعد مرور أكثر من 6 سنوات على تعرض بلدة مارع في محافظة حلب شمال سوريا لقصف من مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن التنظيم الإرهابي استخدم غاز الخردل في هجومه على البلدة الواقعة بالقرب من الحدود مع تركيا، والذي أدى إلى إصابة 20 شخصا على الأقل. واستنادا إلى تقرير لبعثة تقصي حقائق تابعة لها تحقق في هجمات كيماوية في سوريا، أوضحت المنظمة في بيان أن البلدة تعرضت لقصف بذخائر تقليدية وأيضا بمقذوفات مملوءة بمواد كيماوية، وقالت إن أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد بأنه في الأول من أيلول سبتمبر عام 2015 استخدم في مارع كبريت الخردل وهو عامل حارق كسلاح. داعش تضرب غازات كيماوية على خريطة مارع، الله أكبر. وأشارت المنظمة التي تتخذ من لهاي مقرا لها إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا للمواد أصيبوا بتقرحات بعد ساعات قليلة من تعرضهم للهجوم، مؤكدة أن 20 شخصا أصيبوا بعوارض اختناق واحمرار في العينين وصداع ونقلوا إلى المستشفى في مارع. وفي الأول والثالث من أيلول سبتمبر عام 2015 وبحسب البعثة تعرضت مناطق سكنية في مارع لاستهداف بأكثر من 30 مقذوفا نصفها تقريبا كان محشوا بمواد كيماوية سامة من مناطق سيطر عليها التنظيم الإرهابي. وتوصل تحقيق في عام 2015 إلى أنه تم استخدام غاز الخردل بالهجوم على مارع في 21 أغسطس أدى إلى مقتل رضيع على الأقل. وقالت المنظمة حينها إن أسلحة كيماوية تستخدم من جانب جهات غير حكومية، بينما قال نشطاء ومجموعة مراقبة إن تنظيم داعش الإرهابي يقف خلف ذلك الهجوم.